لحظة شنو هذا دروب؟ شفته بيو اسطوري ابو عطول. السلام عليكم، شوكم حبايبي، ان شاء الله بخيركم. ابو عطول طبعا شباب، هذا الفيديو سويته بعد ما قريت هواي تعليقات، اغلبها كانت تعليقات جميله وحلوه، وبعضها كانت تعليقات جدا صراحه سلبيه وما عجبتني. يعني مثلا راح ندرجها كالاتي: اولا ابو عطول، انت نوب بدك تلعب بحساب جديد لفل 21، بدك تلعب ويا بوتات. الشيء الثاني، وطبعا اغلبيه التعليقات اقرا لكم اغلبيه التعليقات رقم 2، من النوع رقم 2 يعني حسب الترتيب، انه انت ابو عطول تلعب نورث امريكا. الشغله الثالثه، طبعا هاي ما اقدر اضبطها اثبتها، لان هاي الكل قاعد يقولون على كل اليوتيوبرز انه انت تستعمل هاك. فطبعا بالنسبه لاستعمال الهاك، انتم تعرفون اللي يستعمل هاك راح يبين على الشاشه مالته، يعني تعرفون هاي السالفه، مو يعني مو معقوله لهالدرجه. المهم هذا اللي اعرفه اني، هاي شغله. الشيء الثاني، بالنسبه اذا تلعب انت ابو عطول الحساب جديد، مثل ما تشوفون قدامكم راح العب اليوم بهذا. ما واحد قال قصيدي، والثاني قال قص ما اعرف شنو. هسه حواريكم ان شاء الله، وحلعب هذا الجيم ونثبت لكم. طبعا تشوفون قدامكم هذا الليفل مال هذا الحساب، الليفل مالتي 50، وهنا العربي مالتي 56. الليفل مالتي يعني مو حساب جديد ولا حساب ضعيف او حتى يطلعون بوتات. هاي شغله هسه ثبتوا، يعني اقدر ثبت لكم اياها. الشغله الثانيه حثبت لكم اياها، انه راح العب، انه اثبت لكم شلون انا قاعد العب على اوروبا. والله العظيم كل اللي قيمه نزلتها تلعب اوروبا، بس مو مشكله اعوفكم من هذول اذا انتم مصدقوني، بما انه ماكو ثقه بياناتنا راح اثبت لكم اليوم. مثل ما تشوفون اوروبا، من العب على اوروبا البنك 26 الى 30 الى 35، بينما نورث امريكا يوصل 118 وفوق. فانا شلون حثبت لكم؟ حتقولوا شلون نقدر نعرف البنك؟ مو انت بتخلي الفيس كام مالتك جوا؟ راح ارفع الفيس كام واخلي جوا شاشه شفافه جوا جسمي، حتى تقدرون تشوفون البنك طيله الجيم. توعون على البنك وحتشوفون انه ما يعبر ال 30 35، لان هذا اوروبا. حلو، نشيل الصح والعب سولو سكواد، اقول له اوروبا ونقول له ستارت، وان شاء الله يا ربي نتوفق. اوكي شباب، مثل ما تشوفون قدامكم دخلت سيرفر. اوكي حلو، حاويات جايج جميل. اذا تشوفون الرنكات اللي وياي كالعاده، تقدرون تشوفون جوا الشاشه، بما انه ماكو ثقه لبعض الناس مو الكل. هاي طيارتي. حلو، اذا تشوفون جوا الشاشه، جوا مالت الفيس كام، اكو البنج 20 يقرا قدامكم. تشوفون بنج 20، هاي البنج يعني ما يوصل ال 118 او 120 مال نورث امريكا، لان هو هذا بنج مال اوروبا. فهذا حي على طول الشاشه حتشوفون، بما انه ماكو ثقه عم تتاكدون. هاي شغله. الشغله الثانيه شباب، انه خلينا ننزل هنا. الشغله الثانيه شباب، انه دا العب بحسابي الاساسي، بما شفته بالطياره، دراغون لورد. هذا حساب الرئيسي اللي هو تقريبا 56 الار بي مالته، يعني الافلات كلها مثلي متساويات. فهذا الحساب القديم العالي راح دا العب بيه هسه قدامكم. بشرفك سلاح، بشرف داعت خالتك الشقرة. مسكستين حلو، حلو مسكستين حلو. حلو، عم بلاقي واحد يفنشر انه بياخذ الكل مالتي. لا حبيب الله، سمير قعدت تيم. اوه هذا مو سكواد. هاي شنو هاي؟ حلو جميل. هذاك شنو؟ ها قبل ما يفنشوه.
بكته حرامي. امين الرميمي خل ابقى على ذاك احسن. اقول لكم ابقى على ذاك احسن. حلو. شوف هنا انا كلوت لوت 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 ما كلوت. لوتي ويلي بعيدين ذول ال ويلي ذولا منا منا ما افتروا لهم من ورا. شو افتروا لهم من ورا لو لا ماك احد ماك احد. واحد لاخ قد ليك اجا صاحب والله اعتقوا طي لا ما اعتقوا ولا اطلقوا ولا نار. قد ليك اوكي جميل كار كار وكار عائلتي. جميل 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 والله. إذا ولعوا فلاشاي إذا أحسن صدق نروح على ذولاك. جميل الله أم فوري love you. ماك احد. شوف هذا وهذا عديتي. اوه شباب انا صرت ديتي صرت غوريلا شباب عقولي انا صرت غوريلا. من مين هذا الرمي؟ اكو رمي ورا هذا التلة ورا هاي التلة. اوكي قريبين ذولا. شلون اروح لهذا هسه؟ سيارة ما عندي. لحظة شنو هذا دروب؟ شفته شفته. بي اسطوري ابو عطول. الله 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 يا زنوب يا ابو عطول. شنو انت ضي الله العظيم ما توقعت تصير. هو دا يركض طيدي يا يا ب... والله ما عندي تشيت والله العظيم ماكو لا تشيت ولا شيء. شفتوني هسه هي طلقتهم شلون تشيت. الله 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 والله لا لا يعدد كله يوم. يا سلام يا الهي بس لا توقعوني وتخلوني الطم. شنو هذا؟ ثواني انا الشاشه مالتي كبيره ترى. الله ملك الكار ابو عطوال. الله الله رقم خالتك هذا. الله الله شوف اللوت عند الام. لو ناسيك اشقوني على بتانا. وين الام؟ لا يا الملعون الصفحة شامر الأم بالطريق هم يركض. الله شامر الأم ها سمير شمر. والله إلا دور عليه شامر الأم متتم إيات الأم سمير شمرت الأم بالطريق وعبك باندلة سمير.
الله، انه لا يحدث كل يوم يا ايها القوم. هذا ما اريده بعد شنو بالله. تأكدنا من كل شيء. جميل جميل. الله انه لا يحدث كل يوم. والله لا صفق وعلق. يا سلام يا الله، ما الذي يحدث امامنا؟ يا سبحان الله. اوكي هسه احنا وين نروح؟ لازم لا لازم نطلع لهذا رايزن هوك احسن لنا. اوكي هذا واحد كاتله بمير بتنوك من زمان. الله جميل 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 جميل. اوكي هذا بوت. لا قشمرتني قش خدعتني خدعتني خدعتني. انا بالكار مسيطر بابا الطلقه مال الام ما متعود لها. الله سمير سمير. اوكي بس وين صرف الطلق على بوت صراحة يعني استنوبت بهاي الحركة. طلعت الريحة مالتك بوتي. انت دروبي دروبي مالي دخل. انزل هنا عمو لا تروح بعيد لا يروحون يستلمونه اكس مربع. الله الله بهالطلة اشتقن. سمير اقعد. الله الله بهالطلة بس هذا ما تنومك ما مات رأسين جماعته وين؟ الله شقنا لعيونك يا لغالي. انا هذا خاف اروح لنا يلقطوني الحلوين. الله الله بهالطلة اشتقنا لعيونك والله بلاد. قعد حلو. قعد لا دور تأخرت عليهم راح ينوكوني. وينهم وينهم؟ قعد. اقعد اوكي ما كحد وراي جيد حلو. وين هذا؟ نزل جوا جزء نزل جوا. اوف 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 وشنو الفايدة إذا أنا أوقع؟ لا هذول يخوفون. شو هذا؟ شعرف إيش ده يندلني؟ كل ما طلع راسي يندلني. طيار الشفقة هذا. ضربة لخة أتوكل. الشفقة. أوف. مشغلين لا يا الهكرية. هذا شلون شافني؟ قاعد من هنا وين هذاك؟
الله الله بهالطنش دقنا نعم كنا بشرفك لا تكمبر هنا عليك الله. هاي البدلة البيضة حتفضحني. اويلش قد بفضل علي بي ذبع عم ذبع ما قعدنا جيد. اوكي خلي اركض على هذا الطلق مال امني عندي بس 5 طلقات. اوكي اوه سيارات رايحة عليه فلت عوفهم وطفر عوفهم وطفر لا لا من ديرمون بيك وين هذا على طب هذا البيت اللي انطلق ام خلصت طلق ام خلصت سوالي بنص الزون شنو هناك احد ما تنوك صاحبك وين امور السيارة دي سوالي ريفايف شيت هذاك هو حلو خل اروح على ذولا بلكت عندهم شو اسمه سكوب عندهم قناص انا توقعت اخذ الورا صاحبه بالسياره دي يسوي له ريفايف بس يلا مو مشكله شيل القلب وحط الكله شوف صراحه يعني انا صح يعني لعبي حلو لكن اذا هذون ضربت ورا السياره ورا الجسم كار وينه؟ وين هذا؟ اطلع لك والله كان لقطته لا عبالي منك هذا صاحبك لو هذا انت لحظة طلعني من جوا الجسر يطلع الليفتر اللي انا اعرف هذا الفرات خالد من الوليد مالتكم وغير يوقع وقع واحد ايش بهم ذول بوتات وقع ضربته ما ادري هذا ما انا هذا موقع له موقع منه كلهم هناك كلهم هناك كلهم خاتلين هناك ها
ده يسوي له ريفايف، ده يسوي له ريفايف ابن الظريفة. ده يسوي له ريفايف. هذا ضدي سكواد؟ لا لا مو سكواد، لو سكواد شابين. اوف هذا واحد له 50 ديرمي. اكون هذا جوا الجسر. طلق وراي. كراس من هنا وينهم؟ الطفر هذا سلاح قبين. الله بعد طلع ساحل. خليه بشيل ذولا ما دام في استطاعتي. يعني ما دي يسوي له رفاهية، بس اكو واحد من هاي الجهة. لا هاي غلط الرشة. شفت ورا شجرة، شفت ورا شجرة والله العظيم. شلون قمص قاعد جام الزون. أربعة وعشرين كل شباب وقدامكم صار اللعب. راح تقولون هاك، حتقولون ما أعرف شنو، هو عاد ابن التركية. الله اوكي شباب، وصلنا لنهاية الجيم. ان شاء الله ربي عجبكم. هذا الفيديو هو رد على شلون اقول لكم، هذا الفيديو رد. انا عندي الشاشه مالت كبيره، كل الواعيب امكي شاشته انا اصغر واحد بيهم، يوسف شاشته الكبرى تدرون مال التلفزيون. انا شاشتي 19، اكو شباب شاشاتهم 21 واكثر، فيعني شاشة كل ما تكون كبيره يكون اللاعب عندك اكبر، فحتى بالحشيش مرات تلاحظه تبينه، وعاده تصير يعني. اوكي شباب وصلنا لنهايه الفيديو. شباب ما اقول لكم انا مخسر، اما اخسر وفوز يعني حالي من حالكم، بس انا اطلع لكم القيمه الفوز فيها يعني كتل حلو. فيا شباب وصلنا لنهايه الفيديو، مثل ما تشوفون دراغون لورد هذا حساب مالتي القديم قتلت، والبينج مالتي شفتوه. فيا بهاي نهايه الفيديو ان شاء الله ربي يعجبكم. كان معكم ابو عطوان من قناه دراغون لورد. مع السلامه، ولا تنسى مشاهده اخر اربع مقاطع.